بعد مباراة بايرن ميونخ كان في كده كلام ما بينك وما بين مانويل نوير. انا عايز اعرف انت فاكر الحديث يعني، يا ريت لو انت فاكره تقوله كله. انا فاكره كله. اوكي، فهو قوله بقى كله من الاول كده كل اللي حصل. هو طبعا هو من ساعه ما نزل التسخين انا كنت مركز معاه، لان الناس دي زي ما بقول لك بتتعلم منها، حتى لو فوقته ليه تتعلم منها هو بيعمل ايه. فانا نزل التسخين وركزت معه وخلصنا الماتش، ويمكن هو عمل حاجات كتير تفاصيل صغيره بس هي بتفرق، بتوريك ان ده شخصيه كبيره، وطبعا حارس ده حاجه كبير جدا طبعا. مفيش كلام. فبعد هو بعد الماتش هو كان داخل، ودي برده دي لحظه برده حاجه هقولها، هو وهو داخل كان كابتن الشناوي كان لسه جاي من وراه، يعني كان لسه جاي وراه، فهو بعد ما دخل هو يعني كابتن كان وراه، فهو عمل ايه نوير، هو استناه لغايه ما مع كابتن الشناوي جه وقلع التيشيرت وده، يعني من غير ما كابتن الشناوي مثلا يطلب منه حاجه، هو الراجل شافه جاي راح مهدي وراح لافف باصص له وراح قلع التيشيرت مديه له وجود لك وكل حاجه. اول ما عداني فانا بس اللي هو قلت له ماي ايدل وبتاع، فلف وضحك لي، فقلت له بعد اذنك انا عايز صوره، فالراجل راح قال لي اوكي وراح متصور معايا وضحك وتمام تمام. القصه بقى الثانيه ان انا دخلت له الاوضه، يعني كان كنا بنبدل التيشيرتات وكده، فدخلت له الاوضه كان في اللي خد، يعني كان كابتن شناوي خد التيشيرت وحمزه كان خد منه الجوانتي بتاعه، فانا ما حسيتش ان انا عايز ابقى تقيل ان انا اطلب منه حاجه كمان، فاهمه؟ فانا بس انا يعني خدت له موضوع على التيشيرت بتاعي وقلت له بعد اذنك انا عايز اي جفت منك، او ده اللي انا قلت له بالظبط كده. الراجل بكل هدوء نفس الطريقه كده قال لي اوكي، راح قال لحد من الشغالين معاهم العمال ما اعرفش يعني قال له ايه، بس قال له يجيب لي تيشيرت. فالعامل دور على التيشيرت وبعد ما طلعه، فكنت انا والعامل مثلا قريبين من بعض كده زي انا وانت كده، ونور كان في اخر الاوضه هناك، فالطبيعي ان هو خلاص يديني التيشيرت وامشي. فهو نور لما شافه راح ناداه، راح مديله التيشيرت، بعد كده راح جه هو مديوني بنفسه، راح قال لي جيف مي ذا فان، رحت مديله القلم، راح ماضي لي عليه جود لك وراح مديه القلم ومع السلامه. لا تحفه طبعا، حاجه يعني حاجه، بس انت الناس دي انت ممكن تشوفها مره في حياتك عامه. فلا طبعا، وان انت تشوف واحد يعني زي نور ده بالتواضع ده، معلش يعني هيبقى انت مين عشان تتنك، فاهم قصدي ايه؟ او ان انت مين عشان تشوف نفسك لما الراجل واصل للليفل ده. ومعلش يعني هو اكيد الموقف ده بيتكرر معاه كل يوم، اكيد واكيد كل يوم هو معلش ولا يعرف مصطفى ولا يعرف ولا ما يعرفش حد، فهو اكيد ده على طول بتاعه، ده هو على طول كده، فحاجه مش جديده عليه. بعد بقى الماتش بتاع الفاينل كان خارج، طلبت منه بقى الجلوفز، دي كانت تاني مره، وبرده مره خدت التيشيرت بتاعته دي والصوره متصورت معاه، وتاني مره خدت منه اللي هو الجوانتي بتاعه تاني كان مره. فاكرك بقى ساعتها؟ ما اعرفش الصراحه كان فاكرني ولا لا، بس هو اصلا كان دخل الاوضه وبعته لي برده مع حد، يمكن الباص كان هيمشي وانا كنت مستني، ها وفي الاخر خالص راح مطلعه لي مع تيشيرتين ثلاثه كمان، يعني غير اللي انا كنت واخده منه اصلا. والجوانتي جديد ممضي عليه من هنا مانويل نوير، حاجة يعني انا ما بقعد اتكلم، انا ببقى فرحان وانا بتكلم، لان هو يعني تخيلي اللي هو بيقول لك نوير فرح مثلا جول صغير بحاجه زي دي، او شاب لسه صغير بحاجه زي دي، ما بالك بيعمل مع الكبار ايه، وما بالك هو اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي، فيخليني اتعلم منه طبعا اتعلم منه. فطبعا كانت لحظه اتمنى ان شاء الله تتكرر تاني. هو خلاص طبعا خرج من الشامبيونز ليج، بس احنا ان شاء الله ناخد احنا افريقيا ان شاء الله، والسنه دي باذن الله نوصل تاني وتتكرر لحظه زي دي ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن.